رانا هنا في الستون تاع شركه زاز موتوراكس. الممثل تاعها سي زاوي سمير، مرحبا بك. الله يسلمك. احكي لنا الشركه تاعك واش دير واش عندك جديد ثاني؟ بون، زاز موتوراكس سي ان ستارت اب اللي يخدم لي زيكيبمون ايفر و لي زيكيبمون تاكسي ديكيبمون دو فواياج و لي اكسسوار دو كونفور كونسيرنون لي سكوتور و لي موتو. باغ اكزومبل واش دير؟ بون، نخدموا لي باش دو بروتيكسيون. الناس اللي تحب دير الموطو ديرها ان اوس تحطها برا افيك دي ماتيير انبيرميابل و دي كوش اونتي ميكرو ريور اي بريشور. وعندنا ثاني لي طابلي اللي يستعملوهم لي موطار كي يكون شتا، من لي طابلي لي موفل و لي اكسسوار دو كونفور تما اللي يستعملهم سكوتر. انت عندك منتوجات اللي يغطيو الموطو، عندك منتوجات اللي بروتيجيو الموطار، وعندك منتوجات اللي يزينوا الموطو. اللي يزينوا الموطو سي فوالا، هذوك اللي يحبون بزاف لي مونشون، هذوك تاع لي مونشون اللي يستعملوا البرد. فوالا، كاين ناس اللي ما يحبش يدير لي غون منا، يديرهم يفيكسيهم بونطون توت لا سيزون ديفر، اي غادو فيكسي في سكوتر ان طابليي استادير باش ينقص لهم البرد وينقص لهم الشتاء. و نو بي ديبلاسي تما كيكون مام ان موفي طون لا يبو سو ديبلاسي فاسيلمون يعني. بيان، اون ا فيو بليك لي برودوي تاعك عندهم لي لي بوند ريفريشيسون تاع دوك، سي بارابور لا سيكوريتي تاع سي بارابور لا سيكوريتي باش يبان. يعني احنا درنا هذا المنتوجات يعني بلا ما ننساو الجانب الامني، يعني الناس اللي تسوق السكوتر في الليل ومنا باش يعني يكون يترو ماركا في الطريق ومنا باش ما تما يحاذروا بالهم عليه ويكونوا الناس يشوفوه في الطريق. ميرسي بوكو خويا سامي. الله يسلمك. ميرسي، بارك الله فيك. صحة.